بسم الله الرحمن الرحيم، أصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونطلب الرضا من رب العالمين لكل الجالسين سائلين رب العالمين أن يعيد الأيام علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية في الخير والنور والبركات. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ويقول أيضا جل وعلا في كتابه العزيز: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. من خلال ما سبق من الآيتين الكريمتين يكون الحديث بإذن الله جل وعلا. هذا الأمر الذي سنتحدث فيه أمر بجد خطير، لذلك عندما سار صحابي جليل في طريق من الطرقات وشاهد امرأة فظل ينظر إلى هذه المرأة حتى اصطدم بحائط. هذا الحائط أثرت على أنفه فنزل الدم من أنف هذا الصحابة، فقال: والله لا أغسل هذا الدم إلا إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما كان، قال: هذا الدم كفارة لذنبك. فأنزل المولى جل وعلا في كتاب العزيز: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض البصر أمر من الله سبحانه وتعالى، أن يغض المؤمن بصره وهو يسير في الطرقات أو عندما ينظر إلى امرأة لا تحل له، يجب عليه أن يغض بصره. علي بن أبي طالب عندما كان جالس مع الحبيب صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنه لك الأولى وليس لك الآخرة. يبقى لا تتبع النظرة النظرة، أي إذا رأيت امرأة لا تحل لك لا تديم النظر إليها، فإن النظرة الأولى التي ترى بها الطريق والتي من خلالها تعرف من أمامك لا تعاقب عليها، ولكن إذا أدمت النظر إلى ما لا يحل لك أصبح ذلك حرام عليك. لذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافة من الله جل وعلا أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. اللي بيشوف واحدة وبيبص لها وبيبعد النظر مباشرة، ربنا سبحانه وتعالى بيبدله إيمان يجد حلاوة الإيمان في قلبه. لذلك يا أحبتي في الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة الكرام: إياه والجلوس على الطرقات، فقالوا: لا بد لنا يا رسول الله أن نجلس على الطرقات، لازم نقعد على الطريق. فقال: إذا أعطوا الطريق حقه. فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يبقى عشان نبعد على الطريق نرد البصر، نكف الأذى عن الناس، نرد السلام، نأمر بالمعروف، ننهي عن المنكر. كده نبعد على الطريق، مش هنقدر نعمل دول يبقى بلاش نبعد على الطرقات. لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعلمنا من أي شيء يأخذ الإنسان الحسنات، إيه الشيء اللي يخليه له الحسنات؟
انك تصبر على بلاء الله. تصبر على ربنا ابتلاك بيه. وان انت تطيع المولى جل وعلا مع صبر في الطاعه. اصبر. انت شايف قدامك فتن كتير. شايف قدامك نساء كاسيات عاريات. شايف قدامك دنيا ومفاتن وفتن. الصبر على هذا يعطيك الجزاء الاوفى من الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما يقول رب العزه جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وفي اخر الايه خالص قال: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. شفتوا الايه جمعت كتير وجمعت 12 من المحرمات على النساء. ال 12 دول معروفين. طب اما نيجي نبص النهارده واحنا بنقول الكلام ده للنساء وللبنات، نقول لهم: انتم اذا اقبلت المراه اقبلت وعلى راسها شيطان، واذا ادبرت ادبرت وعلى عجزها شيطان. اول ما تشوف المراه مشاه كل جسمها من قدام شيطان. اول ما تسيبك وتديك ظهرها كل ظهرها شيطان. طب النهارده سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه عندما وجد امراه تضع العطور وتاتي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لها؟ قال لها: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ايما امراه تعطرت واتت الى المسجد لن يقبل الله جل وعلا منها صلاه الا اذا عادت فاغتسلت غسلها من الجنابه. شفت المشكله كامله في النساء في المراه، لان كل واحد فينا يقول لبنته كده ويقول لمراته ويقابل بنته ويهذبها ويطلعها يعني على طريقه اسلاميه على طريقه ايمانيه. لان بنتك دي بكره واحده تبقى مسؤوله عن بيت ومسؤوله عن زوج ومسؤوله عن اسره وعن رب بنات وعن رب اولاد. لو طلعت متبرجه ما هي امراه تضيع الجيل بتاعها وتضيع اولادها وتضيع زوجها وضيعت البيت كله. انما لما تطلع البنت متحشمه وعارفه حدود الحشمه وعارفه ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، تعرف ان هذا حق. وهذا الحق عندما اتت اسماء بنت ابي بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب فضفاض يعني بيشف جسمها، فنظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا اسماء، اذا بلغت المراه المحيض لا يحل ان يرى منها او لا يصلح ان يرى منها الا هذا، واشار الى الوجه والكفين. يبقى اذا بلغت المراه المحيض ما تلبسش بقى ثياب فضفاض يبين الجسم، يبين علامات الجسم، تلبس بنطلون يبين جسمها كله، تلبس حاجات كده هوا مسدوكه تبين جسمها، تبين شعرها، كل ده منهي عنه في الاسلام. كل ده منهي عنه في الاسلام. لا يقبل الله صلاه حائط الا بحجاب. صلاه يعني المراه اذا حاضت وبلغت المحيط وكبرت وعرفت ان وقفت في الصلاه بشعرها صلاتها باطله. ان وقفت في الصلاه بثياب فضفاض يبين علامات الجسم او في ثياب خفيف صلاتها باطله. يعني حتى وهي في الصلاه تلبس ثياب فضفاض ما يبينش اي حاجه من جسمها خالص. والثياب يكون واسع. ده لو لبس الثياب ضيق قلت لك في الاخر ده ما فيش حد معاك غير ربنا بس. ربنا عاوزك تبقى قدامه متحشمه. طب فما بالك بالعبيد؟ فما بالك بالعباد بالناس؟ لما ربنا عاوزك قدامه ما يبانش حتى يا دوب اخش بكفين. طب بينك وبين الناس يبقى لازم انت تكوني افضل من كده بينك وبين الناس. النبي عليه الصلاه والسلام عندما يقول: صنفان من الناس لم ارهما يوم القيامه، قوم بايديهم صياط يضربون الناس بها كاذناب البقر يضربون الناس بها، ونساء كاسيات
عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. شوف نساء كاسيات عاريات لابسة لبس خليع ها مائلات ماشية في الشارع طبعا بتضرب رجليها وربنا بيقول ولا يضربن بأرجلها يعني ما تضربش رجليها علشان الناس تبص المرتبة اللي الحاجات اللي هي لابساها وانا مش طخ 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 رجليها الناس تبص عليها ده ربنا نهانا عن كده ما تضربش رجليها على الارض علشان ما الناس ما تعرفش مين اللي ماشي مجرد ان هي بس تتكلم بصوت مش حشم حرام مجرد ان هي تضرب رجليها على الارض وتلبس بتاعها وتطبطب على الارض علشان الناس تبص لها حرمان عنها تلبس لبس خليع لبس ضيق وتقول انا رايح الشغل وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام قال ما يدخل الجنه دايوس قيل من الدايوس؟ قال الذي لا يراه على ارضه ما تشوفش مراتك طالعه كده وبنطلون وطالعه بتاع الحزه كده وانه فرحان بيها حتى احمر وصل وغطى وشها بودره وما اعرفش ايه وايديها كلها مليانه احمر ومش عارف ايه فرحان بيها دي جسمها كبر واتطور والبنت ما اعرفش ايه وخلاها بقى عشان عريس يبص لها وكلام فاضي ده كله وفرحان ان بنتك يعني وصلت للدرجه دي ده انت بتضيع ايه؟ ده كل واحد هيبص لبنتك او مراتك هياخد ذنب وكل الذنوب هترجع لك انت شفت بقى؟ يعني لو خدت بنتك وهي طالعه في الطريق مليون ذنب هيرتاحوا انت مليون بره وهو كده وانت الوقت فتحت باب شيطان على الناس يبقى بنتك هتاخد ذنوب وانت هتاخد جد الذنوب تاني وربنا الله اعلم ان ربنا هيديك قد ايه فاحنا بنقول زي ما قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وليضربن بخمرهن على جيوبهن هذا امر من ربنا يضربن بخمرهن واحنا كانت تمشي مختبره يعني يا دوبك الوش والكفين وترمي على الجيوب اللي هو على فتحه الصدر دي هذه الواحده ما ماشيه فرحانه بصدرها فرحانه ما اعرفش ايه ودي بلوه بلوه الراجل بيشوف بنته طالعه طريقه غير لائقه ومفيش مشكله بالنسبه له مصيبه مصيبه وفي نهار رمضان تدخل المسجد هنا يعني سيدنا عائشه قالت والله لو ان رسول الله بيننا الان لمنع النساء من دخول المساجد شوف لانهم مش رايحين بطريقه مش لابسين لبس يعني الواحدة جاية لابسة بنطلون، الواحدة جاية معرفش حاطة إيه، الواحدة جاية مش عارف إيه، ده أنت جاية لتربية. ده أنت جاية تتعبد لربنا عشان ترجع الثواب. لما النساء اختلطت بالرجال وهم خارجون من المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لهن أن تحتضن الطريق، ولكن عليكن بجوانب الطريق. فيقول الصحابة: والله لقد رأينا النساء قد صاروا بجوار الجدار حتى كاد الجدار أن يأخذ من ملابسهم. الواحدة مش بتحك في الجدار بتاع الحيطة لحد ما الجدار كان يمسك في الجنبات بتاعتها. لكن النهاردة الواحدة بتطلع تنتج من الجنب تخش في وسط الرجال، انتظروا لما الرجال يطلعوا انتوا امشوا. لكن ما نمشيش ننزل نختلط في وسط الرجال والراجل يبقى مصلي ويقطع ياخد ذنب بسببكم، لا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ملعونين عند ربنا. كون ان انت تجلدي الواد وتلبسي لبس الواد وتعملي نفسك كده، لا ده انت ليكي حريتك وليكي كل شيء ولكن في حدود الشرع. البسي زي ما انت عايزه بس في حدود الشرع. اتكلمي زي ما انت عايزه بس في حدود الشرع. ده اللي بندور عليه نعلم بلدنا من النهارده. انا شفت بنات صغيرين في السعوديه لابسين خمار يا دوبك اسود فاسود والبنت شكلها جميل جدا. ده الخمار بيزيد المراه جمال.
بيزيد المرأة حلاوة. ما لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي القربى من الرجال أو الطفل الذين لم يبلغوا الحلم. دول 12 دول تبان الزينة بتاعتهم والزينة الظاهرة. لكن ما ينفعش يا اخوانا الانسان يشوف خطأ قدامه ويسكت عليه. كلنا معانا البنات بيلبسوا لبس شرعي، الست تطلع لابسه لبس شرعي تروح شغلها وهي محترمه، حتى الكل هيبص لها ويحترمها، انما الثانيه اللي ماشيه دي في الشارع الكل هيحتقرها وهيحتقر زوجها، يقول لك مطلعها ازاي باللبس ده؟ مش هيعيب عليها، يقول لك هيعيب على اللي وراها. طب واحنا ليه بنلبس مع الصلاه الثانيه ليه واحنا بنقول؟ ليه ناخذ ذنوب اولادنا ناخذ ذنوب واحنا ابتدينا كل الناس ناخذ سواها؟ عاوزين كلنا قبل ما بنتك تطلع من البيت او زوجتك شوفها لابسه ايه؟ شوفها طالعه ازاي؟ شوفها مطيعه ربنا ولا عصر ربنا؟ ده اللي احنا عاوزين نطلع من رمضان بدروس مستفاد، عشان كل واحد فينا يطلع من رمضان ناخذ من الذنوب واولاده وبيته انقياء من الذنوب. وسامحوني بنصنع على النبي ولا بطول فيها سامحوني ان شاء الله تعالى. اسال الله جل وفي علاه ان يجمعنا واياكم في الجنه باذن الله جل وعلا، وصلى الله على سيدنا محمد. اقول قولي هذا واستغفر.